كل العملية أصلا على كل المحلات، يعني أي تاتش مع الاحتلال أو مع الجيش الإسرائيلي أو مع المستوطنين، أول ما بيجوا اللي على المحلات التجارية سكر المحلات. فالمتضرر الأول هن المحلات التجارية اللي في شارع حوار، على امتداد شارع حوار، عندك من مفرق بيته، من دوار بيته لدوار سلمان الفارسي، غير كل هذا حوار كلها محلات تجارية معتمدة على الشارع هذا وعلى الكرة هاي اللي تيجي تشتري هاي تتسوق من حوارة. كل هذا بتضرر، يعني كل المحلات التجارية بتضرر من الاحتلال ومن المستوطنين، عداك عن اعتداءات المستوطنين اللي بينزلوا على الشارع مسلحين والجيش بحميهم، فهم علي؟ وكله يعني محمي من الجيش، فكله بيأثر هذا على المحلات التجارية. ونابلس عشان مسكرة، فهم علي؟ ففش يعني الناس فش لها مفر غير تيجي على محلات حوارة، هنا على حوارة تيجي تتسوق من حوارة أو تيجي تشتري بضاعتها من حوارة وزي هيك. فالاحتلال بسكر نابلس وبسكر المداخل، هي عندك زي ما شايفين انت مسكره في السواتر الترابيه، ففيش مدخل ولا مخرج الا يعني كله مسكر.